وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة العميد عادل عبد الله أمين ممثل وزارة الداخلية للجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، أكد أن اللجنة الأمنية تقوم بمتابعة الشؤون الأمنية والسلام الخاصة بحجاج بيت الله الحرام. بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة من سعادة رئيس الأمن العام، فإن اللجنة الأمنية تقوم بمتابعة الشؤون الأمنية والسلام الخاصة بحجاج بيت الله الحرام أثناء تواجدهم بالديار المقدسة، حيث تتكون اللجنة من لجنة السلام العامة ولجنة المرور والتراخيص ولجنة الأمن والمتابعة مع الأمن السعودي، حيث تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة الملاحظات والاقتراحات مع المختصين بشأن موسم الحج. اللجنة الأمنية تقوم بالتنسيق مع الدفاع المدني السعودي للاطلاع على المتطلبات والاشتراطات الخاصة بموسم الحج، وذلك من خلال التأكد من اشتراطات السلامة في المباني والمخيمات وجاهزية وسلامة الأجهزة والتعرف على خطط الطوارئ وغيرها من إجراءات السلامة.